تحافظ الشعوب المسلمة على موروثاتها في التعبير عن البهجة في قضاء ليالي شهر رمضان المبارك. نعم، وفي سلطنة عمان يمارس العمانيون في قراهم ومدنهم عادات وتقاليد مميزة احتفاء بالشهر الفضيل. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا الذي نقل لنا الصورة من إحدى هذه القرى. صقر في مقدمة إخوته وأبناء عمومته يشقون طريقهم بين بساتين وفلج قرية قلهات بوشر ليجتمعوا على مائدة القرآن في شهر رمضان. تتنوع العادات الرمضانية بتنوع ثقافات الشعوب المسلمة، لكن روحانية الشهر وقدسيته أعظم بهجة يشعر بها المسلم في رمضان أينما كان. معلم القرآن معاذ وطلابه يتلون آيات الذكر الحكيم في حلقات تنشط بشهر أنزل فيه القرآن. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رمضان هذه السنة الحمد لله رب العالمين مختلف جدا، الفرحة لدى الأطفال والكبار والنساء والجميع، تجمعنا صلاة التراويح ونجتمع كعائلة على مائدة الإفطار، وكذلك بعض حلقات تعليم القرآن الكريم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. محمد من شباب القرية يخبرني بحرصه على التنويع في جدوله الرمضاني ككثير من الشباب العماني بين الشعائر الدينية والأنشطة الاجتماعية والرياضية. أول شيء طبعا الإفطار، من بعد الإفطار ننتظر بعد صلاة التراويح، من بعد صلاة التراويح نطلع نعمل رياضة، طبعا نلتقي مع الشباب من بعد ساعة 10 11 كذا، أحيانا يكون في لعب طائرة، أحيانا يكون في مشي، أحيانا يكون في رياضة، أحيانا شباب تلقاهم أحيانا ما تلقاهم، يعني على حسب. وتمثل هذه القرية بعاداتها مثالا لقرى سلطنة عمان وما تتميز به من عادات رمضانية كتبادل هذه الموائد قبل الإفطار بين الأهل والجيران يتناقلها الأطفال في مشهد حي لتعليم الإحسان. أشهد أن محمد رسول الله. وهنا يفرح الصائمون بإفطارهم فرحة، يدعوني محمد أن أشاركهم في اجتماع أسري يتسم بالبساطة والسعادة وشيء من التقاليد العمانية. لتلفزيون مملكة البحرين، أحمد بن بارك الدرمكي، سلطنة عمان.